إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. فبعد أمطار الخير فهي الحياة تعود من جديد لسهل واد مرتيل. طبيعة الحال فالمياه تجري بسهل واد مرتيل وارتفاع ملحوظ في نسبة المياه بهذا الواد. طبيعة الحال فهذا الواد يعد من أكبر الأودية هنا بمدينة تطوان. طبيعة الحال فكما قلنا فالخير مني كيجي فكيجي ضربة واحدة. فالحياة عادت من جديد لسهل واد مرتين اللي كان يعني من خلال يعني مجموعة من المناطق فهو كان نشف، ولكن ولله الحمد فالآن واد مرتيل فهو يجري من تقريبا من 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 نقطة اللي كتوجد فيها سد مولاي الشريف إلى حدود شاطئ وإلى حدود شاطئ مرتيل. فالمياه تجري الآن بصفة مستمرة والحمد لله، وكذلك من خيرات ومن بشارة خير اللي جابت أمطار الخير، وهو أن يعني حقينة السدود بشمال المملكة فهي مملوءة تقريبا عن آخرها بحوالي 95%. سبي قناة شوف تي في، الحمد لله على أمطار الخير، الحمد لله في رحمنا. فكما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تي في، فسهل واد مرتيل كما قلنا فهو الآن يعني الحياة عادت إليه من جديد، ونتمنى إن شاء الله أن أمطار الخير أنها تستمر في التساقط. طبيعة الحال كما شفنا فمجموعة ديال العيون من بعد ما كان أصفها يعني بدات كتنشف، فعادت الحياة ليلة من جديد كما شفنا من خلال يعني منبع سمسة اللي فيه أكثر من 30 عين. وطبيعة الحال فمجموعة من العيون فهي كانت بدات كتنشف وبدا المنسوب ديالها كيتراجع، فعادت من جديد هاد العيون ديال الماء. وكذلك على مستوى منطقة بوعنان فيعني مجموعة من العيون بسبب التساقطات المطرية فهي حيات من جديد كما كتشاهدوا معنا في قناة شوف تي في. فمدة طويلة ما شفناش الماء كيجري هنا بسهل واد مرتيل كما كنشوفوا الآن، يعني المياه تجري والسبب هو التساقطات المطرية الأخيرة. وكذلك كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تي في فمجموعة من الطيور فهي فرحانة بالتساقطات المطرية، ونتمنوا إن شاء الله أن أمطار الخير أنها تستمر في التساقط طيلة الأيام المقبلة إن شاء الله. هذه الأجواء متتبعي قناة شوف تي في هنا مباشرة من مدينة مرتين. بارك نيش يقول لي دوار جهة بالوما. ها يا خي جهة بالوما، ها بالوما، ها بالوما. السلام عليكم، السلام عليكم. الحمد لله على نعمته. طبيعة الحال فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونتمنى إن شاء الله أن هذه النعمة أنها تستمر في التساقط، لأن أمطار الخير دائما مرتبطة بالخير كما كتشاهدوا معنا متسبيه قناة شوف تي في. فالمياه تجري في هذه اللحظات كما كتتابعوا معنا، يعني مدة طويلة المياه ما جرتش في هذا الواد، والآن ولله الحمد هي المياه تعود للجريان بسهل واد مرتين. الواد هو واد تاريخي، يعني مجموعة ديال السفن ديال الفينيقيين وديال الرومان، فهما الذين كانوا كيقطعوا نحو مدينة تامودة التاريخية محملين بالبضائع بالسلاح بالمحاربين بالعبيد بالأسلحة. يعني هذا الواد هدايا يعني واد تاريخي بامتياز كما قلنا متسبيه قناة شوف تي في. فبعد أمطار الخير فهي الحياة تعود من جديد لسهل واد مرتيل، ونتمنوا إن شاء الله أن هذا أمطار الخير أنها تستمر في التساقط. متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في، فأمطار الخير فهي دائما يعني يكون فيها الخير للبلاد والعباد. للأسف الشديد فجوج ديال الفواجع بسبب التساقطات المطرية وأحوال الجو الرديئة
فجوج ديال النساء فهما كانوا ضحايا ديال السيول ديال بعد ما جرفتهم السيول. فأستاذة في عقد التالت ديالها فهي جرفت السيول على مستوى منطقة جبل الحبيب، وسيدة حامل في شهرها التاسع تركت 4 ديال الأطفال صغار، فهي جرفت السيول على مستوى دوار بن زيد مركز بابتشة بإقليم شفشاون. بالمناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر السيدتين اللي توفيت اللتين يعني توفيتين بسبب سيول الأمطار، كما ندعو لهن بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مسبح قناة شوف تي في ديال الاجواء هنا مباشرة من ساحل واد مرتيف كما كتشاهدوا معنا من خلال هذا البث المباشر، ولله الحمد يعني هذا المنظر ديال المياه وهي تجري، فمدة طويلة لم نشاهد امطار الخير يعني تتساقط بهذه الكثافة كما كتشاهدوا، فحتى الطيور متسبحة قناة شوف تي في فهي فرحانة كما كتشاهدوا من خلال هذه الصور التي تصلكم الان. مجموعة من الطيور المهاجرة فهي عادت لساهل واد مرتيل يعني بعد عقود من الزمن، فكنا من خلال مجموعة ديال اللايفات فكنا شرنا للطائر النحام، هذا الطائر هذايا او الفلامينغو اللي كيعيش في اسبانيا، وكان كيسبق له انه كي يعني الطيور المهاجرة اللي كانت كتزور مدينة تطوان وساهل واد مرتيل، فهو كان هاجر يعني ما بقاش كيجي لهذا الواد بسبب يعني ان الواد كان يعني فيه مياه عادمة، ولكن الحمد لله يعني بعد ما تم تهيئة ساحل واد مرتيل يعني وقت المياه العادمة يعني كتصب في هذا الواد فعادت الطيور المهاجرة. طبيعة الحال فهذه الطيور فهي اجتماعية فهي كتعيش على شكل مجموعات، طبيعة الحال فكتاخذ مثل هذه النباتات وهذه الأحراش مكان مناسب ليها باش أنها توالد وتسكاتر كما كتشاهدوا، فهما يعني كيطيروا على شكل مجموعات وملي كيجيو ينزلوا فهما كينزلوا على شكل مجموعات. شفت هذه الاجواء هنا مباشرة من ساحل واد مرتيل، فبعد امطار الخير ولله الحمد فمنسوب المياه فهو ارتفع بواحد الشكل اللي هو ملحوظ، فمن بعد يعني كان الواد يعني كتلقى مياه ضحلة وكتلقى فراغ عاد كتلقى مياه ضحلة، الان يعني ساحل واد مرتيل يعني انطلاقا من سد مولاي الشريف حتى شاطئ مرتيل فهو عبارة عن واد عن مياه موحدة تجري باتجاه شاطئ واد مرتيل، ولله الحمد فهذا المنظر هذا تقريبا 3 سنوات لم نشاهد هذا المنظر يعني تقريبا من الامطار اللي شهدها المغرب في 2019 يعني منذ ذلك الحين، والتساقطات المطريه فهي قليله فلله الحمد، فالان كاين تساقطات مطريه مهمه كتشهدها مدينه تطوان، ونتمنى ان شاء الله ان هذه الامطار الخير انها تستمر في التساقط، والامل ديالنا ان شاء الله ان هذه الامطار الخير انها تعم جميع اقاليم ومدن المملكه، وكذلك هذه الامطار الخير ان شاء الله ما تسببش بشي خسائر ماديه او بشريه لا قدر الله، ولحدود الان فمدينه تطوان وخاصه الامطار الاخيره فبخلاف يعني بعض البؤر السوداء اللي كاينه هنا مدينه تطوان يعني على مستوى حي الولايه ومدخل الاناره العموميه اللي غرقت، ولكن ما كانوش خسائر اللي هي ماديه اللي هي كثيره، وكانت شهدت مدينه تطوان يعني رياح قويه تسبت في سقوط مجموعه من الاشجار ومجموعه من اعمده الاناره العموميه، ولله الحمد فهاد الاشجار اللي سقطت وهاد الاعمده ديال الاناره العموميه فهي ما تسببتش يعني في حدوث حوادث سير لا قدر الله، ونتمنى ان شاء الله ان الامطار الخير انها تستمر في التساقط دون اي خسائر ماديه او بشريه لا قدر الله. كما قلنا
هذه الأجواء بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي شهدتها مدينة تطوان. كما قلنا حقينة السدود فهي ارتفعت بواحد الشكل ملحوظ، ف 95% من ملء ديال حقينة السدود يعني بلغت سدود بشمال المملكة، وهذا بشارة خير إن شاء الله. نتمنى أن التساقطات المطرية أنها تستمر في التساقط، لأن الفرشة المائية فبغيناها كذلك أن يعني داك الاستنزاف اللي وقع الفرشة المائية فهو يعني تحافظ الفرشة المائية على المياه اللي كانت عندها سابقا، وكذلك العيون يعني ترجع يعني ديك منسوب المياه اللي كان كيخرج من مجموعة من العيون فهو يعود كسابق عهده. هذا هو الأمل ديالنا إن شاء الله دائما وأبدا. سهل واد مرتين، فالمياه أصبحت تجري بهذا الواد بعد التساقطات المطرية المهمة اللي شهدتها مدينة تطوان. طبيعة الحال فهذه غابة تامودة، فالغابة هذه الآن هي تابعة للجماعة الحضرية ديال تطوان. طبيعة الحال فكاين ملعب على أطراف هذه الغابة ومن بينها يعني ملاعب جميلة هنا بمدينة تطوان، وهو خاص بكرة القدم. بهذا الاتجاه فكاين يعني مدينة تامودة القديمة التاريخية. المتابعي قناة شوف تي في، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله.